في المهدية. صنعاء ما فمك عنا. من قبيلة وإحنا نحكيه على المهدية نحكيه على البحر، نحكيه على الخيرات نتاع البحر اللي تخرج. تيسير قبيلة يحكينا على عادة قديمة أبغمو في المهدية، كيفاش الصيادة كي خرجوا كعبة السردين يبوسوها من عينها، يستكثروا خير ربي ويحمدوه على الخير هذيك اللي يخلي الناس في خير ونعمة، ما كالخير نتاع البحر هذيك. دونك الفلوكة رمز كبير في المهدية، مش كان للبحارة لكن البلاد الكل، هي الأهلة رمز نتاع حياة نتاع رزق نتاع خير. الفلوكة هي البر الأمان زاد الاقتصادي لبرشا ناس على أجيال متعاقبة. الفلوكة هي كل المهدية، وهذه الصنعة اللي باش نحكيو عليها اليوم، على خاطر فما شكون اختص في صناعة السفن الصغيرة التذكارية اللي يخليو الناس ديما يرجعوا لها الرمز، هذي رمز متاع ولاية كاملة وبلاد كاملة اللي هي المهدية. اليوم فرحانين اللي في صنعة ما فما كان عنا باش يكون معانا نبيل الصفاقسي، حرفي في صناعة السفن الصغيرة التذكارية، مع مراسلنا محمد علي دكدوك. محمد علي مرحبا بك زينب من جديد، مرحبا بالساده المستمعين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على اذاعه الديوان كالعاده، يتابعوا اللايف ستريمينغ باش يشوفوا شنو هي الصنعه اللي باش نعديوها بعد شويه. برافو عليك. كما قلت حرفه، انت قلت ما عندك ما فما كان عندنا، اي وبالحق ما فما كان عندنا، خاطر تقريبا سي نبيل الصفاقسي هو حرفي في صناعه نماذج السفن. تقريبا هو يكون الوحيد على مستوى المستوى الوطني حسب ما يأكد لي هو، عنده خبرة أكثر من 20 سنة ما شاء الله. الناس اللي تعرف احنا بالطبيعة كي نقولوا أكثر من 20 سنة في الحرفة هذه، نحكيه على حرفة مستوحاة كما قلت أنت بكري من المخزون الثقافي البحري لمدينة المهدية. خلينا نعطيه فكرة للسادة المستمعين، احنا موجودين بالضبط في برج الراس، بالتحديد في نهج الفاطميين بالقرب من جامع الكبير. صحيتك محمد علي، اللي انت حددت الموقع بالضبط للناس اللي يحبوا يكتشفوا، ديما يسالونا يقولون تحكيوا على الصنعه هي، تقولون وين نلقاوهم هالناس هذوما اللي يعملوا في حرفه خارقه العاده وخاصه جدا. احنا معانا سي نبيل مباشره. مرحبا بك سي نبيل. مرحبا بكم في المهديه، وان شاء الله نكونوا خير سفراء لمدينتنا اكيد بحريه، وان شاء الله اتصالنا مع البحر يكون على مستوى المشكلة المهدية بل على مستوى البلاد الكل. سي نبيل أول حاجة خليني نرحب بيك. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، خليني نرحب بيك ونقول لك رمضانك مبروك، كل عام وأنت بخير. مبروك. يعيش مبروك. أنت معانا مباشرة على ديوان فام، وحرفي في صناعة السفن الصغيرة التذكارية. أول حاجة كنت تحكي لنا على الحرفة اللي تعمل فيها، اللي أنا نعرفه معلومات عامة وأنت صلح لي، اللي حاجة هذية أول حاجة لازمها دقة، تاخذ برشا وقت، لازمها برشا بريسيزيون. أنت كيفاه جاك الغرام الساعة باش قلت نحب نتخصص في هذا صناعة السفن الصغيرة التذكارية؟ أنا والله في الأصل كنت طيار، وفي الأدقة كحرف أنت كنت طيار سي نبيل؟ كنت طيار. امتهنت المهنة هذي؟ امتهنت مهنة الطيار في الجيش، وبعد خرجت باش نقرأ في السيفيل، وقريت حصلت على ليسونس نتاع بيلوت بروفيسيونيل. لكن تعرف امتحان الخليج في التسعينات اعاقت شركات في الريكروتمون، يعني صحيح صحيح. قعدت شواش تكنيك، صممت باش نمشي لبرا، ديبوزيت اون دوموند في كندا ونجحت ومشيت نخدم، عملت عام. ومن بعد جات حرب الخليج، مش حرب الخليج، يعني ضربت 11 سبتمبر، روحنا انا مشيت لفرنسا قريت القرايه هذه. هي اصلا من اللي صغير مغروم بالنماذج هذوما، نصنع وحدي كل شيء، نصنع الطائرات، نصنع السفن. معناتها مغروم بالنماذج الصغيره كلي هكاك، من اللي انا صغير نصنع الحرفيه في 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 موهبتنا. احنا عائله صارتي في المهديه هي عائله حرفيه في الاصل، عن الموسيقى، عن الفن، عن الخياطه، الحياكه، عن كل شيء. الله الله الله. مكونه من حرفيين ورجال تعليم اغلب تحية لعائلتك الكل، وتحية للحرفيين الكل اللي يسمعوا فينا واللي مستحفظين على صنعة الدين اللي هي ثراء كبير برشا برشا. أنا قاعدة نشوف في الفيديو اللي عمله محمد علي ونشكره برشا، اللي وريه الصنعة كيفاش تتعمل، اللي وريه حتى التلوين كيفاش يتعمل، والرف اللي موديل قديش محليهم وقديش مرتوبين. قديش تاخذ لك قطعة متوسطة الحجم سي نبيل باش تنجزها؟ هي القطعة متوسطة الحجم أنا أغلبهم نعملهم لي بلون، نخدم باللي بلون، نخدم كرياتور دو بلون، نعمل لي بلون وحدي. وكما قال السي محمد علي، المخزون مخزون ثقافي، يعني نتمد من ذاتي شنو السفينه
كيفاش عشتها أنا وأنا صغير مع أخوالي في البحر، عندي عائلة في البحر زادة، ونصنع السفينة متاعي بالطرق العلمية مبسطة وفما المعمقة، نخدم السفن المحلية على أساس أن نصنع البيرون متاعي. أول حاجة يأخذ لي بعض السويعات ومن بعد نبدأ في الابليكاسيون تاعي من أول ما يبدأ. ثم السفينة هذه ترى فيها حاضرة أنت توصل بعد 10 عمليات، معناتها فما ديزيتاب معناتها أيواش ديزيتاب الأولانية هي التراساج. بعد ايش في بعد التراساج شوا دي ماتريال ترى معناها الناس باش تصنعها أنت والحليف، حتى المحرفاء يحبوا حاجة غالية وحاجة متينة. شو انت واللي ما تغيو مثلا، فما شكون يختار نوع من الخشب وفما شكون يقول لك ليه نوع الخشب بيختلفوا اسوامهم تختلف. فما بالبلزا هذه تبدا الماتير خفيفه ومتينه وكلمه ما تحقش الدهن فوق منها، نعملها يعملها في الماتير عرفتها تبدا اكاجو تبدا مزيانه برشا جميله جدا. جميله جدا. ثم انا تبدا من اللوح العادي نتاعنا من لوح بوا بلون والا بالكونت بلاكي مخلط والى اخره، دونك هوني تختلف الاسوام. اكيد تختلف الاسوام. انت والماتيغ بروميير والنبل نتاعها وشنو تنجم تتكلف زيد؟ حتى الدهن بعض ساعات يقول لك نحبها في المات برك ما نحبهاش في البريون، ما نحبهاش تلمع. صحيح. وكما يقول لي نحبها فيه تاش فنيه سورت انا تخرج سفينه فيه تظهر قديمه برشا. صحيح. بدي برودوي سبيسيو يتحطوا عليها باش تولي تتنور شويه هيك وتوقف الدهن يوقف ويولي فيها رونق جميل جدا. معناتها انت تنجم تعمل ادابتاسيون حسب الطلب نتاع الشخص اللي يتوجه لك، هو وين باش يحطها الفلوكه وكيفاش باش يستعملها. انا على هذايا نحب نسالك توا، معناتها هالصنعه هذه فما اقبال من عند الناس من عند التوانسه من عند السياح كي يجي ويحبوا يروحوا بدي سوفنير، فما اقبال شويه؟ عندي اقبال كبير برشا الحمد لله. هذه الحمد لله عندي اقبال برشا من مصطفين اللي جيو اول حاجه في الصيف، من تونس من صفاقس من جربه عندي فيها برشا خدمه. من وزاره كيف قليبيا هذوما كل المناطق يعرفوا البحر ويعرفوا السياحه ويعرفوا يجوني للمهديه يبداوا معناها دي كوموند على فيل معناها ما شاء الله. ما شاء الله الله يديم الخير الله يديم الخير يا سي نبيل. الحمد لله. به انا بفضل ربي طبعا دائما. ثاني حاجه من التكوين نتاعي الذاتي الحمد لله، انا كنت من جمعيه الشبان والعلم، كنت من البيونيه انا في وقت من الاوقات حق تونس باش تعمل اللي في ميكروفيزي وكذا، كنت اني من ناشطين في المجال العلمي كبير برشا. وكنت زاد تكويني كشفي العقد البحريه، تعرف العقد البحري كيفاش تعملها كيفاش تربط المخطاف، دونك ان باك جراوند كامل اللي يخليك تتوصل لهالشيء. بيان سور بيان سور. وصلني لهنا دونك اني ندعو من طلق من منبركم ان شبابنا يدخلوا يتنتاجر في وسط الجمعيات العلميه والثقافيه ولهذاك يكون ويكون برشا 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 الحقيقه. مش غدوه يلقى روحه حتى مش مهندس. ايش بيه شو المشكل؟ انسان ما خدمش مهندس غدوه يعني نعرف طبيبه عامل سكان تصنع في الجواهر وحدها في دارهم. وخرجت طبيبه وخدمه طبيبه وحلت عياده فتحت سكرتها ومشات الحرفه. اكيد. جميله جدا. راهو الذوق والرونق الانساني الداخلي يعطيك الحس السياح معناها الثقافي اللي خرج منك ويخرج الابداعات نتاعك وهذا هو المطلوب. احسن حاجه انه الانسان يخدم في الباسيون نتاعو. انا توا سؤالي جوست الاخير فيسع مازالوا لي بالحق 30 ثانيه. فما ناس يجيوك يقول لك علمنا سي نبيل نحبوا نتعلموا من عندك، انت كانت عندك فرصه سافرت وتعلمت الحرفه هذه نحبوا ناخذوا عليك الصنعه. اللي ما اني نعملهم ابتال على فيسبوك. باش كبار يحبوا يتعلموا تلقى كل سيديجان اللي هما معناها خريجين مدارس مش خريجين معناها ما خرجش مازال يقرا. يجيني في الصيف نعمل ستاج رقيق في الصيف نعلمه كيفاش يصنع فلوك ويروح بها. باهي خلي لي بلاصه نتاع ستاج في الصيف يا سي نبيل انا راني باش نجي ربي يفضل. باهي جوستومون على مرحبا بكم سي نبيل. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا توا حتى المخرج لهنا يقولوا لي كيفاش نجموا نتصلوا بسي نبيل باش نعملوا ان كوموند مثلا باش ناخذوا من عنده باش نشريوا من عنده، كيفاش نجموا نعملوا واحنا ماناش في المهديه؟ ينجموا يتصلوا بي عن طريق الفيسبوك على المستنجر اللي هو نجم نقوله معناها طبعا ميزي نافال دو مهدية المتحف البحري بالمهدية. ميزي نافال دو مهدية ميزي نافال دو مهدية هذه لاباج فوالا هذه الباج نتاعي. والا
يدخلوا على يطلبوني على الهاتف بتاعي 20 99 80 92. ممتاز سي نبيل، احنا نشكرك برشا، محليها الخدمه اللي تعمل فيها، محليهم القطاع الفنيه اللي قاعدين يخرجوا واللي زينوا ذكريات نتاع الناس واللي زينوا الديار. اي قول هو عالمي، خرج لليزبون الحمد لله، بريزونطاسيون في لشبونه، عندي في البرتغال، وعندي في شفنا في فرنسا في الميزي دي لا مارين، ديما يخدم عندي، يبعثوا لي لي بلون غادي، وانت تعمل اكزيكيوشن نتاعهم نقعد بعد ساعات العام راهو في 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 قطع اللي هو ب 120 تاعو باللي فوا لي فواليه دوك ما تعرفوهم اللي كانت خارق العاده في الفيلم والافلام وكل شيء. انا ما نعرفش اللي هم يطلعوا في الافلام يطلعوا هذيك امورهم، نطلع في المهديه ولا. ونخدم على روحي وجمانتي مهديه، لان نحب المهديه ونحب بحرها، وعندك الحق ونعرف اهلها وزوارها، وعندك الحق الله يخليك، اضافه للسياحه وإضافة. شكرا لك، شكرا لك يا سي نبيل، ربي فضلك، يعطيك صحه على الضيافه، يعطيك صحه على حسن اخلاقك زاده اللي استقبلتنا بحذاك في الاتوليه نتاعك. ميرسي محمد علي دكدوق اللي جاب لنا صنعه ما فما كان في المهديه، صناعه الزوارق الصغيره التذكاريه ولا السفن الصغيره التذكاريه ولا الفلايك زاده، كل واحد كيفاش يحب يسميهم، تلقاوهم في المهديه. سي نبيل صفاقسي اللي هو تلقاوها على فيسبوك. انا نحب نعطي لي زادغيس هذوما على خاطر برشا ناس يسمع يقول لك من سابقه لو كيفاش نجموا نتحصلوا عليه ولا نلقاوه. هاوكا قللنا محمد علي اللي هو في برج الراس بحدا الجامع مش بعيد في نهج الحفصيين، وتنجموا تدخلوا على فيسبوك لو ميزي نافال دو مهديه وتتعرفوا على هالمنتوجات هذه الكل اللي خرج فيها سي نبيل ان شاء الله بالقسم والرزق للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، الصناعيه الكل اللي يخدموا في ديارهم اللي يخدموا في محلاتهم اللي قاعدين يحاولوا اللي يخليه زاد موروث كبير وتقاليد كبيرة تكون موجودة، اللي يحبوا يعبروا على بلادهم بطريقتهم ويقدموها ويثمنوها كيف ما البارح في قبلي كيما اليوم في المهدية كيما في كل المدن اللي زرناها. إن شاء الله ربي يديم عليكم الرزق والخير، الناس الكل اللي تخدم بداها وتخدم في الصنايع الكل. خليكم معنا، احنا مكملين معاكم في ذوق 24 حتى النص النهار، باش نمشيو نعملوا بكم دوليشة صغيرة في المهدية في اثنين اللي تعرفوها واثنين زاد اللي ما تعرفوهاش. توت سويت